بسم الله، في تطبيق اسمه الترانزليت فويس. ده بكل بساطة بيديك لغات كتيرة، تقريبا 42 لغة، تقدر تختار بينهم من خلال السهم دوت. تقدر تقول له أنا عايز من لغة كذا للغة كذا، وفي أي وقت هتدوس على أي لغة فيهم. يعني مثلا أقول لك مثلا اللغة الإنجليزية ترجمة العربي. How are you؟ كيف حالك؟ هو ترجمها ولا بالعربي؟ طيب خلينا نشوفها بقى. لو بالعربي هنقول له ايه؟ اقول لكم مثلا الحمد لله. Praise be to God. فهو في موضوع الترجمة ده للغات كتيرة، يعني ممكن اسباني، ممكن صيني، ممكن تشيكي، فرنساوي، اي لغة من اللغات.